رجعوا مدرات النقال ومحاوط كمال وداخل الجول. الهدف الاول، الهدف الاول وهدف التعادل. الجابر سجل الهدف الاول لمنتخبنا الوطني، هدف اول للمنتخب. شوف العادة، الجابر لعبها وحارس المرمى لم يتمكن من حصول على استحواذ على الكرة. هدف تعادل مبكر جدا للمنتخب السعودي. شوف، والله جهد جيد يا سامي والكرة داخل. طبعا كابتن، اذا كان من تحليل حولها هنا لاحظ بس وين راح سامي، في فضاء خالي من الرقابة، ما راحش الاوفسايد، فاجأ المدافعين الكل وبلمسة سهلة طبعا. نعم. صعب هذه الكرة السهلة، السهل الممتنع التي اللي ما هو سهل في الكرة هو طلب الكرة. نعم. اللي ما نشوفوه، اللي ما هو سهل الا الكبار في اوروبا يلعبوا بالاشياء. نعم. هذه ما تشاهدها، نادرا تشاهدها فوق الملاعب العربية. نعم. اللاعب يروح للاوفسايد دائما، ولكن شوف المسافة اللي سواه واختار فضاء خالي من الرقابة. نعم. ابتعد عنه. علي سامي ايضا، سامي يتلعب بدفاع تايلاندي حلوة، يحاول الثالث. برافو يا ولد، تراقص سامي الجابر بالدفاع التايلندي كما يشاء، وعدى في وحده والثانيه، قال له يمين قال له يسار، وهيئها ولا احلى مثل البنك في تايلند الى عبيد الدوسري. يا سلام عليك يا سامي، حلو. هذه واحده وهذه الثانيه والثالثه، ضمنت ان شاء الله للمنتخب السعودي نتيجه المباراه. تغيير تايلندي نتكلم عنه بعد شويه. ابدا مو المنتخب السعودي للشوط الاول، وسبحان مغير الاحوال، وهذا اللي شوف. يا سلام عليك، حلو. كرة مامي ناحية اليسار، جابر شوت وكرة ملعوبة، يا والله كرة دولية، كرة خبرة، وهذا كان من الجابر. لكن هذه كرة ذكاء، لكن القائم